كيمورا، منذ فترة وأنا أعيش في صراع كما لو أنا شيطانا يلاحقني. وهل ياماموتو هو الشيطان؟ أجل، إنه شخصية بارزة في مجال الفنون القتالية باليابان وفي الولايات المتحدة أيضا. إنه بارع في هذا المجال، افتتح العديد من مدارس الفنون القتالية هنا، ونادرا ما ينازل الآخرين، فهو ليس بالشخص السهل. حقا أنا لا أفهم كيف تمكن من بناء مؤسسة قوية كمؤسسته. ربما لذلك علاقة بالرجل الحديدي. الرجل الحديدي؟ وماذا يكون؟ أنا أيضا سمعت حديثا عنه لكني لم أره. إنه يقوم بضرب الرجل الحديدي كل يوم، فحجمه ضعفي حجم رجل حقيقي، وهو مصنوع من الحديد. هذا مذهل، يمارس تمارينه على طريقته. حسن، سيكون لي لقاء آخر مع ياماموتو هذا. بروس، لا تثر المتاعب. على الأغلب أن السيد ياماموتو لم يحضر فقط للتغلب عليك، وكانت الغاية من قدومه احتلال مناطق هنا. لا أكترث لذلك، يجب أن أعثر عليه، سأجعله يفقد توازنه. سبق وصرحت بأن لا أحد يماثلني في سياتل، لا أحد، أيا كان هذا الرجل، فسوف أهزمه. بروس، إياك أن تندفع، لا تعبث معه، لقد هزمك ولن يزعجك ثانية. سأعثر عليه، لا أصدق ما تقوله. لا، إياك أن تذهب. كيمورا، قلت إني سأذهب، لن أدعي بأني أتبوأ المرتبة الأولى، لكني لن أعترف بأني أحتل الثانية. سأذهب لرؤية ياماموتو، سوف أنازله وسوف أهزمه. بروس، لا تذهب وتزعجه. أنت همجي، لما تركل الباب؟ أريد ياماموتو، أخبره أن يخرج. بما تريده؟ سوف أنازله. تجرؤ يا مغرور؟ سترى بنفسك. بروس، من العار عليك اقتحام منزلي بهذا الشكل. قل ما الذي تريده. إن كانت لديك القدرة فلا تدع كلب حراستك يسد باب منزلك. لماذا جئت هنا؟ لأنازلك. ماذا؟ انتظر، تريد أن تتحداني ثانية؟ تستطيع قول ذلك. هل أنت متأكد من ذلك؟ لنقل لتبادل الخبرات. أصبحت الآن تعبر بشكل أفضل، بما أنك شاهدت طريقة تمريني فلا بأس. إن أردت أن تكون مؤهلا لتتحداني فعليك أن تتحداه أولا. أنت تهينني. إن تمكنت من إسقاطه تمرنت معك، أما إن فشلت في هزيمة حديد أجوف كهذا بروس فستغادر على الفور من غير رجعة.
هل تعني ذلك؟ بالتأكيد، فأنا لا أرجع بكلامي. أيها الصيني، اسمعني. حققت قدرا ضئيلا من الشهرة في هونغ كونغ. هزمت كيمورا فقط في سياتل، وهو لاعب من الدرجة الثالثة. وتمديت في تبجحك حين ادعيت بأنك لا تجد في سياتل من يماثلك، وها أنت ذا لا تقوى على هزيمة حديد أجوف. هيا جرب ضربة الإنش خاصتك. بروس، فلتعد إلى كليتك، وإياك وممارسة الكونغ فو أمامي. لا مكان لك هنا، لا مكان لك في سياتل. هيا اغرب عن وجهي. لا أريد أن أرى شيئاً كهذا يحدث مرة أخرى، هل فهمت؟ حاضر. بروس، هل رأيت ياماموتو؟ أجل، أنا أمارس تماريني مع رجل خشبي، بينما يمارس تمارينه مع رجل حديدي. يجب أن أغير أسلوبي في القتال، علي ابتكار كونغ فو خاصة بي. بروس، إياك والعبث، إن فعلت ستسبب المشاكل. ألم تسمع ما قلت؟ أريد رجلا حديديا يماثل بضخامته رجل ياماموتو الحديدي على الأقل. بروس، أنت لست محترف كونغ فو على أي حال، ومع ذلك فقد أتيت إليك لأن طريقتك في أداء الكونغ فو أفضل من الطرق التقليدية للفنون القتالية. الشخص الذي يعتمد على قوته الجسدية هو مجرد رجل خشن ولن يجيد الفنون القتالية. أرجوك أن تصغي إلي، لا تقارن نفسك بشخص آخر. دعني أذكرك بمقولة البروفيسور كين، أكبر أعدائك هي نفسك. بروس، أعتقد أنك ستصبح مبدعا في مجال الفنون القتالية، فلا تجزع لأنك فشلت مرة. قلت للتو أنك ترغب بتغيير أسلوب تمرينك، وهذا جيد. بدلا من منازلة ياماموتو، كان حريا بك التحدث عن ما أورده البروفيسور كين من حكم وإيجاد أسلوب جديد. لا بأس، ولكن يتعين علي غسل عاري أولا. علي أن أهزم ياماموتو. سأعمل على إحضار رجل حديدي لأجلك.
ماذا تفعل؟ فقد عقله. ومنذ متى يرفع الأثقال؟ إنها مفيدة جدا لتنمية عضلاتي. ليندا، عليك إقناع بروس. إن استمر بتمارين الأثقال هذه فأنا أخشى على صحته. أنت طالبة طب، أخبريني ما مدى الضرر الذي يمكن أن تسببه تمارين كهذه على جسمه؟ رفع الأثقال 30 مرة، ثم بدأ بضرب الرجل الحديدي، وما إن انتهى بدأ برفع 200 كيلوغرام. هذا مستحيل. ما المستحيل؟ انظر، أستطيع تحسس عضلاتي وقد أصبحت قوية. جميع العضلات بجسدي قوية وصلبة. لقد اكتشفت سر ياماموتو بسرعة. بصراحة إنه ليس بهذه الأهمية. لا يعدو كونه يمارس تمارين تقوية العضلات منذ سنوات طويلة، ولهذا فإن قوة تحمله كبيرة جدا. أولا إنه يتحمل، ثانيا يستطيع الصمود، وهذا هو سره الكبير. طالما أني أتدرب على تقوية عضلاتي لحد معين، سأقضي عليه بضربة واحدة من ضربات قبضة الإنش. أنهيت كلامك؟ ما بك؟ افهمني أرجوك، ما أريده حقا أن تكون بتمام عافيتك وتحافظ على صحتك. أكل هذا من أجل أن تهزم ياماموتو؟ هكذا أنت تسعى لتدمير نفسك، وهذه التمارين الخشنة ستجعلك تعاني من مشكلة صعبة خلال فترة قصيرة، صدقني. ليندا، هل تعلمين ما هو الدمار الحقيقي؟ المذلة التي عرضني لها ياماموتو. لقد احتقرني، وسأجعله يتهاوى أمامي كما يتهاوى فأر صغير. فكر قليلا، حتى لو تمكنت من هزيمة ياماموتو فهل ستهزم الجميع؟ أنت تعلم أن هذا الأمر من المستحيل فعله، فالجميع يتعلمون الكاراتيه والملاكمة والتايكواندو والجودو والملاكمة التايلندية، فهل بإمكانك إلحاق الهزيمة بهم جميعا؟ حتى لو فعلت ذلك بروس، فبهذا الشكل ستقضي حياتك في القتال فقط. بروس، ليندا محقة، أصبحت كالمجنون في الآونة الأخيرة. تجاهلت الطلبة، لم تعطي أهمية للتدريس. إن وصلت ذلك سيكون خطأ فادحا. هيا، أنت لم تتناول طعاما حتى الآن، سوف أدعوك لتناول وجبة، اتفقنا؟ لما القلق؟ أصبح الآن لديك مركز تعليمي وأصدقاء مخلصون، وأنا أيضا معك، فاطمئن وتعال معي لنأكل. اذهب بروس، ليندا تريد مصلحتك إذا كنت لا تريد الإصغاء. أنت اسكت. ليست لدي مشكلة. تناول كمية كبيرة من الطعام، فأنت تستهلك الكثير من طاقتك. ليندا، أنت طالبة طب، عليك أن تفكري بوسيلة للعناية بصحته. رغم أن عضلاته تنمو وتصبح أكثر قوة، إلا أنه يصبح أكثر نحولا كل يوم. بصدق أنا أخشى عليك من نفسك بروس. لا تقلق، سأعتني بصحته منذ الآن وسيعود ما فاته. ببطء بروس. هيا بسرعة. أحرزتم اليوم تقدما كبيرا، أراكم غدا. من هناك؟ هي أستسلم. هذا أنت بلير؟ لازلت في غاية الخفة والرشاقة. تسرني رؤيتك بلير، لم أتوقع هذه المفاجأة. وأنا سعيد لرؤيتك. هل تمثلت للشفاء؟
ليس تماما، على الأقل لازلت حيا. أخبرني، ألازلت تمارس الملاكمة؟ بالطبع، لكني لن أتمكن من دخول الحلبة ثانية. الفنون القتالية تساعد في بناء جسم قوي. تفضل بلير، ادخل. بروس، هناك شخص يريد أن يراك. جونز، تفضلي. جونز، عزيزتي جونز، متى وصلت الولايات المتحدة؟ لم أتوقع حضورك. لا أصدق عيني. وصلت منذ بضعة أيام. يا للمصادفة. بروسلي، أزعجتنا جميعا. مضى عليك سنوات في هذه البلاد، ظننا أن الأرض قد ابتلعتك. صدقيني، لم يكن في نيتي مقاطعتكم، لكني شعرت بأني لم أنجز شيئا بعد، كما أني لن أستطيع التصريح أني أعاني في أمريكا وأعيش حياة بائسة. كان علي تحقيق شيء ما. ألا تبلي حسنا هنا؟ هذه بدايتي فحسب. بروس، ألا تريد أن تسألني عن أحوال إكسمان؟ بالتأكيد. إذن دعونا نذهب إلى مكان ما ونتحدث في كل شيء. هيا تفضل. لا بأس، وعلى نفقتي. أهلاً بكم، تفضلوا أرجوكم. تفضلوا. اجلسوا، تفضلوا. شكراً. أهلاً بكم. مرحباً. تفضلي. تفضلي. شكراً. أهلاً بكم جميعاً. اجلس. بروس، اعتني بأصدقائك. سأفعل. المكان لطيف هنا. صحيح. أصدقائي، ذكرت بأن هذه الدعوة على نفقتي الخاصة، من النقود التي كسبتها. اتفقنا؟ لا 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 لا، أنت ما زلت طالبا، الحساب علي. لا لا لا، ألا تعلم أنا أمتلك الآن دارا للكونغ فو؟ ما أحصله من رسوم انتساب أكثر من كفاية لأدعوكم لتناول وجبة خفيفة على نفقتي. والآن دعوني أقدم لكم السيد كيمورا. مرحبا تاكي كيمورا، سعيد لالتقائي بكم. سأعرفكم عليه. كيمورا كان قد خسر نزالا أمامي، أما الآن فهو صديقي الوفي، بالإضافة إلى أنه مدرب الكاراتيه بصالتي. لكنه أحمق لأنه باع حانته ليساعدني بافتتاح دارة الكونفو. إنه صديق وفي. وكذلك بلير، خسر أمامي في نزال. مرحبا. علمني الكثير من قواعد الملاكمة، وعلمته بالمقابل قواعد الكونغ فو. كل منا عوض نقاط الضعف عنده بالآخر. بروس، لما لا تقدم لنا صديقتيك؟ حسنا، لا بأس، ليندا وألويو، إنهما صديقتاي. ما رأيك بذلك؟ طلبت منهما الانضمام إلينا للتسرية عن جونز. أما جونز فصديقة حميمة وزميلة دراسة قديمة، أليس كذلك؟ صحيح، دعوني أقدم لكم جيس. أهلا بكم، أنا جيس، خريطة سياتل، وبروسلي هو من منحني هذا اللقب. حكاية جيس طويلة، أخبركم بها لاحقا، إنه ليس الوقت للحديث عن حكايته. جيد. سيدة أكسوديا قادمة، ماذا ستأكلون؟ من فضلك اطلبي من السيد وانغ أن يزودنا بألذ ما لديه من أطباق. مفهوم. هذا رائع، أريد مشاركة أصدقائي وجبة جيدة، فمنذ زمن لم أرى أصدقائي من المدرسة. بروس، ما الأمر سيدة أكسوديا؟ رافقني ودعهم يتبادلون الحديث. كم أنا سعيدة بتناول الطعام معكم. سيدة أكسوديا، أخبريني ما الأمر. بروس، أجبني رجاءً، كم كسبت من النقود؟ ليس الكثير. افتتحت دار الكونغ فو للتو وتبدد النقود، هل تحسب أنك ما زلت تعيش في رغدك القديم؟ ها؟ بروس، أنت الآن في أمريكا، كل شيء يكلف نقودا هنا. قبل أيام دعوت جيمس وقلت لا بأس، وجلبت اليوم أصدقائك وزملاء دراستك، وتريدني أن أوصي بأفضل الأطباق؟ هل أصبحت ثرياً؟ لا تهول الموضوع بهذه الطريقة سيدتي. هذا لمصلحتك،
أنا أريد تذكيرك، افتتحت صالة الكونغ فو حديثا، وإن لم تقتصد ستواجه المتاعب. لا عليك. حسنا، لن أجعلك تدفع هذه المرة. تعالي. حاضر. سجلي طلباته وزوديه بأفضل الأطباق. حاضر. لكن سيدك سوديا. هيا، أنا في غاية السعادة اليوم لنشرب نخبة صداقة. بروس. نعم. الطعام لذيذ جدا، أشكرهم نيابة عنا. على فكرة أنا أعشق الطعام الصيني. حقا. حسنا، شكرا لكم جميعا، حقا لقد تناولنا وجبة لذيذة اليوم. يسعدنا. شكرا لكم، عودوا إلى العمل. حسنا. شكرا لكم. شكرا. تفضلوا اقترب واشرب معنا. رائع. نحبكم. لنشرب. وليندا. شكرا. بروس، حدثنا عن صالة الكونغ فو خاصتك. لقد بدأنا حديثا، لقد ساعدني سيد كيمورا باستئجارها. وطلبتي هم كل معارفي. وهل تكسب جيدا من هذا العمل؟ من الصعب قول ذلك. هي كيمورا، أخبرهم أنت. نحن في البداية فقط، الرسوم التي نقوم بتحصيلها بالكاد تغطي أجرة المكان. بروسلي، أهذا ما يجعلكم في غاية الكرم؟ لا بأس، ومن تراني أكون؟ ها؟ يوما ما حين يلمع اسم صالتي سيتعين عليك الانتظار بطوابير للدخول إليها. هيا هيا لنشرب الآن. نخبك. 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 بلير. لدي. حسنا بروسلي، ألا ترغب بمعرفة أخبار إكسمان؟ لحظة جونز، لنغير الموضوع. بروس، نرغب أنا وجونز بالانضمام لصفك، فهل تقبل بنا؟ بالتأكيد، ولكن ماذا بشأن صحتك؟ لن أغدو ملاكما، لكن الأطباء لن يعارضوا لو مارست تمارين الفنون القتالية. هذا جيد. نخبك. هي جونز، لقد ذكرت إكسمان، كيف حالها؟ ومن تكون إكسمان؟ هل وصلتك رسالتها؟ أجل، طلبت مني فيها العودة إلى هونغ كونغ، وكيف أفعل ذلك؟ حتى لو كان في نية العودة، فعلي أولا أن أحقق هدفي في الولايات المتحدة. ألين أخبرني أن إكسمان. لا تتحرجي، جميعنا أصدقاء هنا، فلا بأس، تابعي. يخطط والد إكسمان لتزويجها من أحد التجار. توقعت ذلك. من لديه استعداد لأن يزوج ابنته من مقاتل؟ لا بأس، لنغير الموضوع. والآن هيا جميعا دعونا نشرب. نخبكم. نخبكم. بصحتك. نخبكم. سيد إكسوديا، الفاتورة. ألن يدفعها بروس؟ لا، سأدفعها أنا. ما اسمك آنسة؟ ألويو. ألويو. لا بأس. من فضلك أخبري بروس بأني أشعر بتوهق، ولهذا انصرفت. سيأتي سائق الاصطحابي. شكرا لك. إلى اللقاء. Thank you.
ألويو؟ ها؟ ما الذي دعاك لتسديد فاتورة المطعم؟ وماذا في ذلك؟ ماذا؟ أنا صاحب الدعوة وتدفعين الفاتورة عني؟ سأرد لك المبلغ بعد الدرس. يا لسخافتك. ماذا؟ ليس هناك فرق بيني وبينك. سبق وأخبرتك بروسلي بأن والدي سيكافئك لكنك لم ترغب بلقائه. وأجبتك بأن الكونغفو هي الشيء الوحيد الذي يشغلني. سأعيش على نفقتي الخاصة. إن كنت تريدين مني الذهاب معك والعيش في منزل كبير وركوب سيارة فأين شخصيتي؟ أعلم أنك تتجنب لقائي. لابد بأن هناك فتاة أخرى صحيح؟ حسناً اقتربوا جميعاً، ستتعرفون على أول أسلوب في رياضة الأودي. أنت مجدداً؟ ماذا تريد؟ ألست موضع ترحيب؟ أنت غير مؤدب. حسناً، سوف ألقنك درساً في الأدب. هيا واجهني. أيها الوقع، ماذا تفعل هنا؟ لم أخطط أن أقتحم خلوتك أثناء تمرينك. أتيت فقط لأسلمك رسالة التحدي هذه. لا، لن أقبل هذا التحدي. لما لا؟ ما زال أمامك الكثير لتكون مؤهلا. يجب أن تعبر من خلال قنوات المعاهد الرسمية. لا أريد التورط بمشاكل قانونية. قد أقتلك. فلنتقيد بقوانين الفنون القتالية. أنت اخترت. بروس؟ 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 أين ذهب؟ لا أعلم أين هو. هل بحثت عنه في الجامعة؟ لم يذهب إلى الجامعة، ذهبت ولم أجده. لابد أنه ذهب ليقابل ياماموتو. لا تقل لي بأنه فقد عقله. لماذا يذهب إلى ياماموتو؟ لماذا؟ أنا لا أفهمه حقا. تلك هي شخصيته. هيا لنبحث عنه. انصرف. لا تعد ثانية. هل أنت بخير؟ لا تعد إلى هذا المكان مرة أخرى أرجوك. هل تتألم؟ لا عليك. لا تفكر بالعودة إلى ذلك المكان. عاهدني بروس. لماذا تصرين على عدم فهمي؟ بل أفهمك جيدا. ما الذي جعلك تتحداه؟ الأمر ليس هكذا. أنت لا تفهمين الموضوع. مهلا بروس، ما أفهمه أنك تصر على أن تتعرض للضرب. أنت لا تعرفين، لم أذهب لإثارته. كل ما أعلمه هو أنك عنيد وتريد أن تؤذي نفسك.
فأنت تعشق القتال فقط بروس. ليندا، لا داعي لمخاطبتي بهذه الطريقة. حسنا، لولا الكونغ فو لما كنا معا في هذه اللحظة. إنها الحقيقة ليندا. أخبرني بكل ما تريده. في هونغ كونغ كانت لدي صديقتي إكس مان وهي تنتظرني، وفي الولايات المتحدة لدي ألويو وهي مستعدة لتمنحني بيتا وسيارة ونقودا، وأنا لست مع هذه أو تلك لأنهما تعترضان على اختيار الكونغ فو. ولكن ليندا، أنت تختلفين عنهما، انضممت لفريقي بملء إرادتك، لذا أرجوك أن تبذلي جهدا أكبر لفهمي وفهم تفكيري، وإلا ابتعدي عني. سأصطحبك إلى المستشفى بروس. شكرا لك ألويو، أنا بخير. إن كنت لا أحتمل الضرب فكيف أمارس الكونغ فو إذن؟ بروس، بصراحة أنا متيمة بك ولن أعارض اختيارك للكونغ فو بعد الآن، ولن أجبرك على الذهاب إلى الفلبين، وكما ترى فقد أصبحت طالبتك وتابعتك. أشكرك. بروس، ألم تنم بعد؟ النوم يجافيني. ما زلت تفكر في ياماموتو؟ أنا لا أفهم، لما تذهب للتعرض للضرب لأكثر من مرة؟ لماذا؟ بصراحة تعمدت الذهاب لكي أتعرض للضرب. تعمدت؟ لماذا؟ إن لم أنازل شخصا يحترف الفنون القتالية وماهرا فيها، فكيف أتعلم ما لديهم من مزايا؟ لا تقلق كيمورا، فقد كشفت أسلوب ياماموتو بالقتال، سأهزمه عاجلا كان أم آجلا. بروس، لا أريد لهذا أن يتكرر ثانية. أصبح لديك الآن الكثير من الطلبة ولديك أمور كثيرة أخرى يجب أن تهتم بشأنها. أنت محق كيمورا، في الحقيقة لقد تعلقت كثيرا بهذا الأمر، أريد أن أبتكر أسلوبي الخاص. أسلوبك؟ أجل، أسلوب يميزني، يميزني في العالم بأسره، وهذا ليس بالأمر السهل. الأمور لا تؤخذ هكذا. حين كنت صغيرا تعلمت من جيمس قبضة مانتس، شاو، لين، وقبضة هونغ، والكثير من الأساليب القتالية. تعلمت أسلوب الأودي في الملاكمة من معلمي، شعرت بأن الأودي من أكثر الأساليب القتالية قوة، ثم انضممت لفريق الملاكمة الغربي واستفدت من ذلك، وها أنا ألم الآن ببعض أسرار الكاراتيه اليابانية. انظر إلى ماذا وصلت الآن وتطلب مني أن أتوقف، كيف؟ إذن تريد الاشتباك مع ياماموتو أكثر من مرة حتى تتعلم أسلوب قتاله. تماما، أكتشف كل يوم أن لكل أسلوب قتالي محاسنه ومساوئه، أستطيع الاستفادة من ذلك والتعلم منه، حتى إن ممارستي لرقصة تشاتشا جعلتني أكثر لياقة. لم أكن محظوظا للتعلم ما يكفي من أساليب الملاكمة، لكني ومن خلال دراستي وأبحاثي سأساعد على تطوير ملاكمة الأودي.
تطوير ملاكمة الأودي؟ أجل، أريد تطويع جميع الأساليب القتالية وجعلها أكثر بساطة. سأحد من تلك المفاهيم البراقة عديمة الجدوى وأحافظ على المفيدات منها. الغاية من ذلك تبسيط ما هو معقد وإعادة الفنون القتالية لجوهرها. الأمر ليس سهلا أبدا. أنا أسعى لابتكار مفهوم جديد للفنون القتالية، وأعرف أني يجب أن ألم بمعارف كثيرة ذات علاقة بالفنون القتالية. يجب أن أفهم الفوارق الجوهرية لكل أسلوب. علي أن أقارن وأحلل النتائج في سبيل بلوغ غايتي. ليست هناك طريقة بديلة. يجب أن أنازل المعلمين من مختلف المدارس لكي أختبر أيهم صاحب الأسلوب العملي أكثر. عندها فقط أحقق غايتي. الكثير يدور في دماغك بروس. حسناً يا رفاق، عليكم التخلص من تلك الحركات الفائضة عن الحاجة وشن هجوم مباشر على الخصم. هل هذا واضح؟ واضح. والآن هاجمني كيمورا واستعمل أي أسلوب تشاء. أوه. هل رأيتم؟ حين اشتبكت مع المعلم كيمورا لم أستعمل حركات لا طائلة منها، بل كنت مباشراً. معلمي قال لي مرة: ركز جهدك ولا تستعرض، وهذا يعني استخدموا عقولكم. لا داعي للحركات الفائضة ولا حاجة بكم للحركات البارعة، بل عليكم شن الهجوم بشكل مباشر. لا تجعلوا خصمكم يطلع على استعداداتكم، لأنكم خلال المواجهة الحقيقية لن تجدوا وقتا للاستعداد. الحل العملي أن تشنوا هجومكم بشكل مباشر. مفهوم؟ أجل. بلير، ما هي أخبار جونز؟ جونز طالبة مجدة، أريدها أن تلتحق بجامعة ولاية واشنطن، ولن تواجه مشكلة بالدراسة. نعم، إنها مجدة. أجل، طالما أن الأمر كذلك فسنعود معا كسابق عهدنا. لن أتخلى عنك أبدا. أما أنا أرغب بدراسة تاريخ الفنون القتالية أو الألعاب الرياضية غير العملية، فلو واجهت مشكلة في هذا المضمار سأكون عونا لك وتستطيع استشارتي. إذن ستكون مستشاري العسكري. جنرال لي. مستشاري. هاي، حتى أعظم معلم فنون قتالية بحاجة لأن يأكل، ألا تشعرون بالجوع؟ دراسة الفنون القتالية عبارة عن رحلة طويلة، لا شك بأنه علم رائع. بوسع الفنون القتالية التغلب على كل شيء باستثناء شيء واحد، الجوع، أليس كذلك؟ هيا، حان وقت الطعام. شكرا. يبدو أن ملاكمة الأودي من الفنون القتالية المتفوقة. أعلم ذلك. شكرا. ثمة عبارة واحدة فقط أفهمها من معلمي: الهجوم. الهجوم المباشر، لا تنسوا هذه الأساليب القتالية، استفيدوا من بطلنا. أتعلمون من هو؟ إنه بروس. ثمة عبارة أخرى: السرعة. أوه.